إلى هذا أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية من المنافذ التابعة لها وكذلك في معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية. وكذلك أكدت الوزارة توفر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر. وتواصل مديريات التموين افتتاح معارض أهلاً رمضان وسط مشاركة مجمعات القابضة للصناعات الغذائية. اكتست شوارع المحافظات بمعارض اهلا رمضان وتغير لونها بالتخفيضات في تلك المعارض التي تصل الى 30%. سكر 25 كيلو ب 575 بدل من 650. كيلو الدقيق في اي مكان ب 28 جنيه نزيد 23.5. 10 كيلو ب 220 جنيه. كيلو رز عامل 32، كيس المكرونه عامل 10، لتر الزيت عامل 88 و75 قرش، في كيلو السمنه عامل 65، التنين كيلو عامله 150، في زيت 5 لتر، في زيت 700، في زيت 800، في زيت 700 عامل 65، في زيت 600 عامل 60. هنا قنا حالها كغيرها من المحافظات الاخرى في عدد المعارض الرمضانيه، وربما تزيد قليلا الاقبال على معارضها يسيره كالمعتاد بسبب التخفيضات. تم تجهيز 9 معارض رئيسية داخل كل مركز ومدينة من مراكز المحافظة بالإضافة للمعرض الرئيسي ليصل عدد المعارض ل10 معارض رئيسية. المعارض يتم ضخ كميات كبيرة فيها من السلع الأساسية التي تحتاجها المواطنين. نسب التخفيض تتراوح فيها من 20 ل 25%. بالنسبة للمناطق المحرومة تم التنسيق مع الشركة المصرية لتوفير عدد سيارات للوصول إلى تلك المناطق المحرومة محملة بالسلع الأساسية، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد بدء تلك السيارات. تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإشراك عدد 10 سلاسل تجارية كبرى لتخصيص أماكن داخل كل سلسلة تجارية. المواطن وجد في تلك المعارض ضلته للتوفير، فالتخفيضات الموجودة بها زادت من قوته الشرائية. جاء سكر وفي رز وفي شاي وفي كل حاجة، طبعا هنا رز وكل حاجة وسعر جملة. يعني المعرض جميل جدا وعمل شغل كثير جدا في البلد، واتاح فرصه للفقراء انهم يشتغلوا اللي هم اللي عايزينها. وبحسبه بسيطه فان مشاركه المجمعات الاستهلاكيه والسلاسل التجاريه والمعارض الرمضانيه ومبادره كلنا واحد تتخطى 8000 معرض. فالمتجول بين شوارع المحافظات لا يرى فيها الا مشهد واحد للتخفيضات بمعارض اهل رمضان اضافه الى المجمعات الاستهلاكيه. فكل مجمعات القابضه للصناعات الغذائيه فتحت ابوابها كمعارض رمضانيه وبتخفيضات كبيره في كل السلع. يتم ضخ السلع الاستراتيجيه التموينيه بخلاف ان في 9 هيابر بيتم عرض السلع للمواطنين بداخلها بتخفيضات تصل الى 30% من جميع السلع، بسكر، رز، زيت، لحمه طازيه، فراخ برازيلي، فراخ محلي، زيوت بانواعها واحجامها. على كل هي اسواق جديده اذا فتحت ابوابها امام المواطن، وما عليها الا الاختيار. رمضان الشحات، النيل.